قد ورد علي سؤال من أحد الأفاضل فيما يخص مسألة عويصة قد يتعرض إليها جميع الناس، وهي مسألة الخلاف في الإرث فيما قد تولى الله سبحانه وتعالى قسمته. الإرث يا إخواني، ربي سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمته، لا دخل لعقول البشر فيه، لأن العقل مهما بلغ من الكمال والحكمة والإتقان والدقة فإنه لن يستطيع أن يؤتي كل ذي حق حقه. والمسألة في الإرث ما هيش مسألة العدل أو مسألة المساواة، هذه مسألة من علم الله جل جلاله للإنسان قبل أي شيء لابد عليه أن يسلم. لأن بعض الناس يسأل عن علل أحكام الله، علاش ربي دار هذه وعلاش ربي دار هذه، وهذا الشيء خطأ يا إخوان، هذا مخالف لقولك أسلمت لله رب العالمين. لأن الاستسلام أن تطرح نفسك بين يدي الله، واش يدير ربي سبحانه وتعالى فيك؟ تقول آمنت بالله. فالله سبحانه وتعالى لما تولى قسمة الإرث لا دخل لعقول الناس فيها. والإرث هذا يا إخوان ما فيش عاطفة، الإرث شيء تميل إليه الأنفس، تكون تحب باباك، تكون تحب يماك، تكون تحب خوتك، هذا أمر جبلي معروف. ولكن إذا مات أحدهم يحزن المرء، والحزن على قدر العلاقة والمحبة، ولذلك كان أقله كان أكثره 3 أيام، وبالنسبة لامرأة على زوجها 4 أشهر و10، للعلاقة التي كانت بينهما والمودة والرحمة، والدنيا هذه طاح ونضو كيف كيف، كان لي في 3 أيام ينسى هذاك الميت تاعه، كان في 3 سنين مازال يحرق في قلبه، كان 30 سنة مازال، ولكن بعد 3 لغير زوج على زوجته على زوجها فوق 3 لابد أن تظهر السعادة، لازم خلاص ماتلك خوك، ماتلك باباك، ماتلك يماك، 3 أيام خلاص. علاش 3 أيام؟ لأنه يذهب ذاك الحزن الذي في القلب غالبا، ثم ذاك الفراق يبقى أثره، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن هذه الحرقة تاع الفراق تبقى حتى تفكروا بالدعاء، تفكروا بالعمل الصالح. تخيلوا لو كانت 3 أيام تنساه كامل، لا دعاء ولا عمل صالح يلحق له. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذه اللذة تاع الفراق، ماهوش ألم الفراق، اسمها لذة، لأن المؤمن إذا تلذذ بها تذكر من مات فدعا له، وذاك هو المقصود. تخيل أنت يا مكاش هذيك 3 أيام يبكيوا عليك، معك مور 3 أيام ولا شيء، لا يا ربي ارحمه، لا وقف عليه، لا تصدق عليه، لا تخرج عليه معروف، ما تفكروش كامل. فلذلك هي رحمة من كثير من الوجوه، ولكن الناس ما تفهمهاش. فإذا الإنسان توفي له هذا القريب وكان بياتهم هذه العلاقة، خلاص النفس هذه مهما تكون صالحة طالحة نقية فإنها تطمع، تطمع في ذاك الرزق اللي خلاه، كاين الذي يظهره وكاين الذي يكتمه في قلبه، وخاصة إذا دخل فيها الأولاد والأزواج يقول لك ماشي لي الدراري، أنا خلاص أنا شبعت من الدنيا، ماشي لي الدراري، فيبقى دائما مكروشي. ولذلك الله سبحانه وتعالى آمر بقسمة الإرث، بمجرد أن يموت الميت تقسم، ما تدخل لي فيها لا الحنانة لا العاطفة، لا كما يقولوا شي يقول لك باتريموان فامي هكذا فاميليال باتريموان فامي. يا أخي الكريم خاف ربي سبحانه وتعالى، هذا الشيء هو الذي يولد الخلاف، لأنك قدمت عقلك عن الشرع، قدمت العاطفة تاعك على الشرع. تقول لي تاع بابا وريحة يما وباباك، انت ريحة يمك وباباك الشيطان يلعبها لك لتمك. ما رأى هذا الأمر سيكون الخلاف، وسيتجذر الخلاف، وسيقوى الخلاف في أولادكم وأولاد أولادكم ويا رايحة، فتتفرق الأسرة على جال ان باتريموان فاميليال،
خويا العزيز اتق الله في نفسك. كم من أسرة تشتتت على جل إرث. خلينا من أهل الجاهلية، نسميهم أهل الجاهلية، سمحوا لي، أهل الجاهلية اللي كانوا قبل الإسلام، اللي يقولوا المرأة ما تولدش. صاحب هوبل، ماشي هوبل تاعنا، هوبل صنم والعزة و... وش أكون ملاح ولا كيف هاد المرأة ما تولدش هذه؟ ربي يقول الذكر مثل حظ الأنثيين، كي يترك امراه امك شحال تدي، يترك بنت شحال تدي، يترك اخت شحال تدي، ما عندهمش ما كانش اللي يورثوا من العصر. وشنو هذا الكلام الذي لا يمت الى الدين بصيله؟ انت تحط روحك فيه في بلاصه ربي تقسم، ومن بعدك تدخل العاطفه والعقل تقدمها على الشرع، فيقع الخلاف ويقع الاقتتال والمضاربه والمقاطعه، والشيطان يلعب بكم لعب. الشيطان يا خوتي ما يخدمش عند نيفو، هو يروح له مليون زوج، معليش راح يضل 10 ملاير. الشيطان يعرف ينفيستي، قاري ماركتينغ مليح، قاري الايكونومي مليح. عاش الانبياء والمرسلين الشيطان، ما عاشنيش انا ولا انت، حنا الى بينا هدف. عاش العلماء والزهاد والعباد، تهدر انت كلمه يقول لك عندك الحق، ريحة باباك يا محينك. لذلك يعج هذا الخلاف بين الأسر الواحدة، وما ذاك ما تربحوش قاع، أرميوها في الشرع، يبيعوها لكم بسومة البلوط، يبيعوها لك بسومة البلوط. كاين إنسان هكذاك زكايري، نعم لا أتروح في الشرع ونبيعها سومة البلوط وما يديهاش خالتي، والشيطان تماك يقول لك حبسوا، أنا هنا ديميسيوني، هذا اغلبني، هذا دا بلاستي، هذا اكثر مني. نعم كاين الناس هكاك سكايريه، انا نعيشوها في المجتمعات. اتق الله في نفسك، اتقوا الله في الارث. ربي اللي قسم الارث، ما عنده حتى علاقه مع نحبه يما، ما عنده حتى علاقه. مات السيد رحمه الله، تحبه تاع الصح، تما كيبان البر تاعك لوالديك. نشوفوا واش تخدم بينك وبين ربي الوالديك في السر، تخرج عليهم الصدقات، دير لهم الأوقاف، دير لهم حاجة لتصلهم إلى قبورهم، ولا واحد من الناس يعرف بينك وبين مولاك. ولكن كانوا حيد تعرف في صدرك بابا ويما، باش يقولوا فاميليا هذاك ما شاء الله مع بابا ويما، هذاك والله غري يحط لهم في فمهم، بعدك يموت هكذا بابك ويماك حبوا مع خوتك، هكذا بابك ويماك حبوا مع خياتك. الفرقة والاختلاف، ودير فيهم زكارة، ما تربحوش، وكان داك حتى البركة ما تطيحش، خلاص قوى عليها الزكا يترفع البركة. لا يبارك الله لا في مال ولا في عائلة ولا في أي شيء، تبقى الحزازات على جل هذا الخلاف المادي. نقول لكم ونعاود لكم، والله خلافاتنا كلها في المجتمع كاع مادي، تعرف مع صاحبك عطالي ما عطاليش، ما تفكرنيش قدا دار لي هدا، سمع واش دار له هدا، اسمعوا مليح هذه واش دار له هدا باش نختموا بها ما نطولش. مسكين ناض الفجر راح يصلي الفجر في جامع وخلاه راقد فو ما كاش كاع خلاف الدين، ما كاش كاع، كلها خلاف دنيويه. زعما دار لي هدا، يجي يحكي لعبك صاحبي دار لي هدا، نقول له شنو زعما شرا كتاب ما شرالكش في السيره النبويه، ولا حضر حلقه تاع علم وانت ما عيطلكش استفاد، ولا راح حفظ القران ودخل في حلقات وانت ما قالكش. يقول لي لا لا ماشي سوي تاع الدنيا، دنيا اي نعم، جمعتكم الدنيا تفرقكم الدنيا. لذلك اذا كنت تظنون انكم ستاخذون معكم الدنيا الى قبوركم، أخويا دي أعطينا الطريقة باش ندي معانا كلش، راح تدي معك هاد الزكارة هادية، لا حديرها في فاميلتك تسأل عنها يوم القيامة، هذا الظلم الذي تفعله هذا راح تديه معك. ومن بعدك أنت تهنية، مالك ولادك مساكن يحوشوا فيك على بالهم بلي أنت مشكلة، تهنية تروح أنت يا بروفيتي هما وخليهم يزهوا. لذلك هذا الإرث يقطع الصلة ويفسد الأرحام إذا جعلناه مادة بحتة. ربي قسم الحق
كل واحد يدي حقه بلا زيادة بلا نقصان. الذي تولى قسمتها هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فليتق الله صاحب هذا الإرث، صاحب هذا الأمر، يشوف المقصد العظيم بقاء الأخوة بقاء الرحم اللي يجد أثرها إن شاء الله تعالى يوم القيامة. علاش قلت لكم ربي سبحانه وتعالى ما ينصرناش وحنا نديروا زكارة بعضنا ببعض، زكارة بعضنا ببعض، الفاميليا الوحدة، الفاميليا الوحدة يذكروا بعضهم ببعض، تحوسوا على النصر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب، وإسرافنا في أمرنا، واجمعنا على كلمة الحق، اشرح صدور بعضنا لبعض، أخي بيننا يا رب، ارفع الخلاف بين الأسرة الواحدة يا رب، بين الرجل وامرأته، بين الرجل وأبنائه، بين الرجل وإخوانه، بين الرجل ووالديه، ارفعوا لنا هذا البلاء هذا، يتوبوا إلى الله، ما كاش فيكم يسمح الحق، وتوبوا إلى الله، اخرج من دوك الجمعة إلى عندك مشكل مع والديك مع خوتك أجل ورد قال خلاص توب إلى الله، أنا اللي غلط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا. أكثروا من الدعاء لإخوانكم في غزة فإنهم مستضعفون، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم انصرنا وانصرهم على عدوك اليهود الغاصبين، إنك أنت السميع العليم، والله سبحانه وتعالى على وعلم.